برضه تنساش انه الشعب الفلسطيني ما فيش مطارات وما فيش طيران عندهم. يعني تفرج لما شافوا طياره ومدرجات و... يعني زي مطار العادي وشيء زي ما بيشوفوا على التلفزيون، لقوا عندهم في فلسطين هذا الحكي، فكانت حدث، حدث بالنسبه لهم، حدث كبير. هذا شيء العكسي وهذا شيء خصوصي عشان الرسائل يطلعوا يصوروا طبعا. كان بيكون بار ما خلى شيء ومخرج منين؟ بيكون زي خدمة صغيرة. لاند لاند؟ لاند لاند. اطلع بدنا نعمل مطعم وكوفي شوب، يعني اشي مرتب، بس حاليا بالوضع الحالي ما راح نلحق قبل العيد. بدنا نعمل اشي زي وجبات سريعه، اراجيل. Thank you.